اخوان يدخلوا يتفرجوا في اللايف. النجوى كطاقي صاحبتها سلمى، شكرا. طاقيو صحابكم في التعاليق الاخوان، كنقرا التعاليق ديالكم كامله. كتبوا لينا في اش من مدينه كتسكنوا، منين كتتابعونا الاخوان، شكون هي اكثر مدينه متواجده معنا بقوه في هذا اللايف. كلشي شارك معنا، مرحبا بكم. المحل اللي في الرباط جافرون بول منال في الصف ديال سناك انس. لا ما عندناش المحل في اكادير، الناس ديال اكادير مرحبا بكم. ربعة السوايع ونص تكونوا عندنا في المحل، الا خرجتوا من الدار مع 8 الصباح تكونوا عندنا في المحل مع 12 ونص. تقداو وتغداو مع راساتكم هنا في الدار البيضاء، وديروا واحد الدويره في مسجد الحسن الثاني او في موروكو مول او مارينا بلايس اون فا بليس. حزوا زياره كازا زوينه، جيو زوروها وجيو زوروا اواني شعيب. الناس اللي خارج كازا، شكون اللي غيجي عندنا من خارج كازا يكتب لينا المدينه اللي غيجي عندنا منها، كتبوا لينا انا غنجي عندكم من المدينه الفلان فلانيه. نطلبك عافاك دير محل في مراكش قهروني. والله الا تقديت انا تقديت من عندك نهار لحد الاسبيراتور. مرحبا. ايوا الاخوان مرحبا بكم، اواني شعيب كنرحب بكم. غنعاود ندير معكم واحد الجوله على السلعة كاملة، الناس اللي يلاه التحقوا بينا، أنا غندير معكم واحد الدويرة زوينة ياك، وحتى السلعة اللي ما وريتهاش لكم راه غنوري لكم، حيت بعض المرات كنقص شي لعيبات ما كنوريهمش لكم. صافي نبدا على بركة الله، مستعدين وركزوا معايا مزيان. اللي عجبته شي حاجة يدير لها سكرين. غادي ندير خمسة دقائق ولكن غنوريكم داك الشيء كامل واعر وزوين. يلا كتبوا لي بدا في لي كومونتير. خديجه اعطيني اللايف نشوف لي لايك فين وصلوا. يلا كتبوا لي بدا، غندير معكم واحد الجوله واعره. اخوان غدا الاربعاء كنحلوا من 10 الصباح حتى 11 الليل، جميع محلات اواني شعيب ابوابها مفتوحه. مرحبا بالجاليه المغربيه، الناس ديال الطاليان، تحيه كبيره للناس ديال الطاليان والطلين. مرحبا بكم عند اواني شعيب. الناس ديال الطاليان مرحبا بكم، جيو عندنا من خريبكا من فقي بن صالح، كنتسناوكم الاخوان، اجيو لعند اواني شعيب لمدينه الدار البيضاء. الناس ديال الطاليان مرحبا بكم، ليكم اللي كيجيو بزاف للمحل ياك. الناس ديال الطاليان، الناس ديال الطاليان، وشكون كيجي عندنا بزاف؟ كاينه الطاليان وكاينه اسبانيا وفرنسا، هما يكتبوا امريكان تاهما، اي امريكان كندا. ثمن خيالي، انا من محبين اواني شعيب، شكرا. يلا انا غنبدا دابا بقوا معايا نديروا جيم بعد. ب 10 دراهم طاجين، 10 دراهم هاد الطويل هذا كنبيعوا وحده ب 15 درهم، كنبيعوا وحده ب 15 درهم واللي خدا جوج ب 25 درهم. هاد البلاطو 15 درهم، هذا ب 10 درهم، هاد التويشيه ديال الكيك 30 درهم، الكوفير دو طابل فيه 36 بياسة واعر ب 750 درهم. بقاو معايا 5 درهم واعرين، هادو رجعوا من جديد، هادو كبار كنبيعوا 3 ب 50 درهم. الكبار كنبيعوا 3 ب 60 درهم. كلشي بارطاجي اللايف الاخوان، ديروا لينا جيم، ديروا جيم الاخوان، جمجموا لينا اللايف. مرحبا بكم غدا من 10 الصباح حتى 11 الليل، جميع محلات اواني شعيب مفتوحه لكم، اجوا قبل ما تقاد السلعه. 70 درهم زيد 70 درهم، فيها لوينات زوينين. الكيسان ديال الرخامه 80 درهم، فيها 12 كاسه، حتى الترموسة ديالها ريشة غتاخدو جوج ترموسات ب 90 درهم، كنا كنبيعوهم ب 2600 3000. زيد شوفوا معايا هاد البونبونيغ شحال زوينة، 50 درهم، حتى هاد الشكيل ب 50 درهم. زيد الصغيورة ديالها كنبيعو جوج
بخمسين درهم. شوفوا معايا هذه غنبيع لكم ثلاثة بستين درهم، ثلاثة ثلاثة يعني وحدة بربعمية ريال. شوفوا وحدة بربعمية، شوفوا معايا هذه الفراقة الملكية غنديروا ليها مية وثلاثين درهم، ألفين وستمية فيها ثلاثة طبقات. بقوا معايا كاينين مفاجآت تمايا، أنا غادي اليوم، أنا جاي اليوم، أنا غادي لمفاجأة ليلهي. غتاخدوا باكية ديال الكيسان وجوج تيرموسات وبلاطو كبير بمية وتسعود وتسعين درهم، أوفر سبيسيال، جوج تيرموسات كيسان بلاطو بمية وتسعود وتسعين درهم. شوفوا معايا هاد لي صوطاس تسعود وتسعين درهم ديال تركيا، عشرة دراهم بورسولين بالخشب خمسين درهم. هاد لي بونبونيغ عشرة دراهم بالرجيله ديالها الاخوان، بقاو معايا كلشي بارطاجي اللايف. حتى هادي ب 10 درهم واعره، هادي رائعه جدا. زيد بقاو معايا الاخوان، بقاو معايا انا غادي معاكم دقه دقه. بلاطو عوض 3600 غتاخذوه ب 90 درهم، 1800 ريال بالرجيله واعر. استمتعوا ليا مع راساتكم مع ارخص محل في المغرب كيبيع لكم السولد. كنديروا شي حاجه ما كايناش اللي ما يقدر يديرها حتى شي واحد، كيديرها اواني شعيب. زيد الكبير ديالو درنا ليه 130 درهم عوض 4600. واش عمرها كانت هذه بلاطو زاج ميتال ب 2600؟ راه ما يمكنش، كيهز 12 كاس وبرد كبير. الضير 150 درهم والصغير ديالو 100 درهم. بقاو معايا، شوفوا معايا هذه ب 60 درهم بلاطو ب 1200 ريال واعر حتى هو زوين. انا غنعطيكم اللوكاليزاسيون ديال المحل، بقاو معايا نعطيكم الثمانات. الناس اللي باغا تقداني راه غتصبر معايا نكمل الثمانات ونعطيكم ونعطيكم اللوكاليزاسيون ديال المحل ونعطيكم حتى لا ليفريزون. الكبير ديالها ب 70 درهم. شوف معايا هذا البلاطو ديال الميتال درنا ليه 70 درهم والكبير ديالو 90 درهم. الناس اللي سولوني على لي كاج، ها هو الكاج عواد 400 درهم غتاخذوه ب 150 درهم 3000 ريال. هادي غتاخذوها ب 50 درهم. الكبر منا 70، لا الكبر منا 60 والكبيره ديالها درنا لها 70 درهم عواد 2600. هيا 70 60 درهم 50 درهم، هادو جوج ب 99 درهم. الكيسان عندنا ديال 70 درهم وعندنا ديال 60 درهم. انا غنحاول نسرع شويه. شوفوا معايا هادو كنبيعهم ب 2600 كيتسدوا مزيان وديال الخشب، ما غتخافوا لا من صدى لا والو. 2600 ثلاثه الطبقات كيديروا 170 درهم واللي فيها 13 البياسه عوض 300 درهم ولا 350 درنا ليها 199 درهم. وهاد القريعات درنا لهم 90 درهم. اخوان طاقيو لي صحابكم في التعاليق، طاقيو طاقيو. شوف معايا هاد البراد، هذا كيدير 60 درهم 1200 ريال. جيب لي التفصيل عافاك، جيب لي التفصيل ديال الطوس الابيض. اللي كبر منها ب 80 درهم، اللي كبر منها ب 90 درهم، الكبيرة ديالها ب 99 درهم. بالله جيب قاي. الكبيرة ديالها ب 99 درهم، شوفوا معايا مزيان. الكبير ب 99 درهم. شوفوا معايا هاد البراد شحال زوين تا هو. أنا غندور معاكم على كلشي، الجديد راه مازال ما وصلتش ليه باش تكونوا عارفينها. الناس اللي كتفرج دابا في اللايف الجديد مازال ما وصلتش ليه، اللي يلاه دخلوا معنا دابا اللايف الجديد راه مازال ما وصلتش ليه. اللي بغى يشوف الجديد يصبر معايا. 70 درهم 80 90 والكبير ديالو 99 درهم. اعطيني التفصيل. التفصيل نمرة 30، جوج طباصل ب 50 درهم النمرة 30، والنمرة 36 جوج ب 60 درهم نقصنا فيه 400 ريال. زيد شوف معايا هذا البراد، هذا جديد، هذا درنا ليه 60 درهم 1200 ريال. براد واعر
اللي كبر منه 80، اللي كبر منه 90، وتخايلوا معايا الكبير ديالو من 3600 درنا ليه 99 درهم. ها هو الجديد عاوتاني. جوج ترموسات عوض 4600. شوفوا شحال زوينين، شوف 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 الترموسات كي دايرين، مخدومين بجوده رائعه. جوج ترموسات ب 130 درهم، جوج ترموسات ب 120 درهم، جوج ترموسات ب 2600. شوف 2400 زوينين هادو، رائعين انت. جوج ترموسات ب 90 درهم، جوج ترموسات 120 درهم. اخوان كلشي يدير لينا جيم ويبارطاجي اللايف، بغينا لو ماكسيموم ديال البارطاج. شوفوا هادو شحال زوينين حتى هما. جوج ترموسات ب 2600، 10 دراهم 10 دراهم، 20 درهم، جوج ب 25 درهم، 50 درهم اللي فيها 5 ب 70 درهم، 25 درهم، 35 درهم بونبوني غير الرجيله. انا غنقول لكم اخوان عفاكم كنقرا التعاليق ديالكم، انا غنقول لكم المحل فين كاين، وغنقول لكم لا ليفريزو، وغنوريكم الجديد راه مازال ما وصلتش ليه. بقاو معايا اصبروا. 35 درهم الكبيره ب 40 درهم بونبوني غواعره، هاد القريعه بالغطا ديالها ديال الزاج 30 درهم، باكيات الكيسان 10 دراهم، باكيات الكيسان ديال المونادا 10 دراهم، باكيات الكيسان ديال العصير طويله 10 دراهم، باكيات الكيسان باليدين 10 دراهم، باكيات الكيسان تا هما طوال 10 دراهم، 3 ب 20 درهم، 10 دراهم، 20 درهم، 10 دراهم، 10 دراهم، 10 دراهم، 3 ديال الطباصل ب 10 دراهم، الحكاكه 10 دراهم، هذه كتصلح للزيت وكذلك كدار في الطواليت على قبل هذا الصابون، الثمن ديال حتى هي 10 دراهم. انا غندوز لكم دابا الجديد. قبل ما ندوز لكم الجديد بغيت نقول لكم العجانه كدير 499 درهم، قريبا غتسالي البروموسيون ديالها. اللي بغى ياخذ عجانه عواد 1000 درهم ب 499 درهم يجي عند اواني شعيب. البروموسيون ديال الفرفاره مازال كاينه، 2600 فرفاره جوده عاليه جدا 2600، وبالرجيله ديالها 199 درهم. البانيني شويه 299 درهم، اينوكس غرانيت مازال فيها البروموسيون، لي مول على جوج 60 درهم، شويه 150 درهم، المصلوح 100 درهم، المقراش ديال الضو 70 درهم. غير خذوا الاخوان زوين بزاف، عملي تسافروا بيت تستعملوه في اي لعيبه زوين، وكيسخن بالزربه اللي بغى يدير هكا اللويزه ولا شي لعيبه بالزربه كيدير السخونيه. الجرانيت 99 درهم، بلاندر كاس ديال الزاج 170 درهم كيطحن الثلج، اينوكس 180 درهم، حتى هادو قربوا يتقادوا في البروموسيون. ارى لي الجديد، الجديد يا اخي الناس اللي الله دابا التحقوا بينا دابا اللايف، جبنا لكم الاخوان هاشوار، هاشوار ديال الضو لا مارك كرافت كيف كتشوفوا، هاشوار اينوكس من الفوق ومن التحت. انا غنقول لكم المفاجاه ديالها، اينوكس من الفوق ومن التحت لا مارك كرافت، فيها اللي كتحن الربيع بسلامه طيشه، الدوبل ديالو شوفوا شحال ديال الماس، حسبوا معايا جيبوا ورقه وستيلو حسبوا، موس كيطحن الربيع بسلامه طيشه، الدوبل ديالو. بلاتي نقول لكم المفاجاه ديال هاد الهاشور، مازال ما قلتهاش، مخاض الدراب ديال البيض، موس هذا تا هو ديال اللي كيفلتر الصفر ديال البيض، المخاض ديال اللبن، المعاسه ديال البطاطا، طحانه ديال الثومه، جوج يطرو اينوكس كدير 140 درهم. المفاجاه اللي فيها هي ان هاد الهاشوار كتخدم بالضوء، والمفاجاه كتخدم مانيويل. شوف شوف ارى لي بلاتي عافاك حيد لي هادي من هنا، جوج يطرو كدير 140 درهم، وثلاثه يطرو كدير 160 درهم، وجوج كيسان كيدير 170 درهم، وثلاثه يطرو 199 درهم. شوف هاي المفاجاه، هاي الشيء
هي هذه المفاجأة. شي مرة تقطع لك الضو في المدينة ديالك، مخيم في البحر، بغيتي تكون شي عروبية ما فيهاش، شي قرية ما فيهاش الضو، شي مرة تطيح المكانة، شي مرة تصوت الضو، شي مرة تضرب بها 3 سنين ولا 4 سنين وتحرق لك الموتور وتلقى باش تصوفي. تلقى هاي هاي 2800 140 درهم اللي غادي يجي غدا ياخذ عندنا هاشوار كرافت جوج يطروب 140 درهم يكتب لي هاشوار في لي كومونتير. انا دابا غنشوف شحال من واحد غيجي ياخذ غدا، العدد محدود. هاشوار جوج يطرو كرافت، جبدوا ورقه والسيلو عفاكم، جبدوا ورقه والسيلو، الموس اللي كطحن الربيع بصلا مطيشه، ها هو الدوبل ديالو، المخاض ديال البيض، ديال البطاطا، ديال التومة، عامرة بالاكسسوار. الثمن ديالها 140 درهم، درنا فيها ثمن خيالي استثنائي سبيسيال 140 درهم 2800، سابقة لأول مرة غتكون هاشوار مانييل إلكتريك. هاشوار جوج يطرو، الهاشوار الاخوان كيف كنقول لكم كطحن الربيع بصلاه مطيشه اللحم الثومه، كنصحكم انصحكم انكم ما تطحنوش فيها العطريه. بزاف الناس كيطحنوا فيها العطريه ما كيوقع لها والو، وبزاف الناس يقدروا يطحنوا، ما كنهضرش على الهاشوار ديالي انا، كنهضر على الهاشوار اللي كاين في العالم. الهاشوار الا طحنتي فيها العطريه، العطريه سخونه كتقدر تسخن الموتور وتحرقه. انصحكم انكم الهاشوار ما تطحنوش فيها العطريه. بزاف الناس كيجيو عندي تقول لي شعيب خدينا من عندك الهاشوار وطحنا بها العطريه وما تحرقاتش لينا، شعيب خدينا عندك الهاشوار وطحنا فيها العطريه وبقى مزيانه، شعيب خدينا عندك الهاشوار وطحنا بها العطريه وصدقات لك صدقات لينا مزيانه. واخا الكليان تيقول لي بحال هكا، انا تنقول لكم انصحكم انكم ما تطحنوش بالهاشوار العطريه، حيت الا انت هي صدقات لك وخدمات لك العطرية، واحد خورت خضر ما تصدقش ليه. سعيدة غتجي تاخد غدا الهاشوار، جنات غتاخد غدا الهاشوار، ملكة كتبت الهاشوار، الريفية كتبت الهاشوار، خديجة كتبت الهاشوار، هشمة، لوبنا، تبارك الله. وطاقيو لي أصحابكم الإخوان، طاقيو لي أصحابكم في لي كومونتير، ادخلوا شوفوا الهاشوار، جوج ديال الكيس هاشوار كتخدم مانييل وديال الضو 140 درهم، سابقة في التاريخ الإخوان. لأول مرة غتاخدو هاشوار إينوكس فيها بزاف ديال الماس لا مارك كرافت، كطحن الربيع بصلا مطيشة اللحم كلشي ومعها المانييل ديالها. إيوا الإخوان هذا جهدي عليكم، هذا ديما كنجيبو لكم الجديد الإخوان، هذا جهدي عليكم الاخوان. تبارك الله عدد كبير ديال الناس غادي يجي غدا ياخذ الهاشوار كيف كتشوفوا انتم الان مباشر. بلاتي قبل ما نكمل معاكم ما كملشكم الجديد، هاي الاخوان الثلاجه، الثلاجه المتنقله هي هذه. ما بغيتش نحلف ولكن صدقوني، السيده قبيله من طاليان جات عندي قالت لي خذتها ب 79 اورو لا مارك تونك، 79 اورو باش خداتها 16000 ريال، غنبيع لكم انا ب 199 درهم. واش ماشي سابقه في التاريخ 199 درهم؟ شحال من يطرو غادي نقدر نخشو فيها؟ راه اجي نجرب وريدي واش تخشى فيها. حل زيد اريد زيد صادقه زيد عوم بلاتي قلت لا احس حل اصاحبي ندخل فيها حل زيد حل حيد 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 ندخل فيها لا صادقه الله ما عنده العقل. انت شوفوا 5 يطرو ب 130 درهم، 10 يطرو ب 100 او عافاكم الاخوان عافاكم بليز، بغيت نعطي له ستوك مزيان.
اللي غيجي ياخذ غدا الثلاجه كتب لينا الثلاجه في الكومونتير. الا كتبتوها بزاف غنوجدوا لكم ستوك بزاف باش تجيو تلقاو راه كاين. ها انت هاي شو هاي هاي تبارك الله متوفره، مي خفنا يجيو غدا الناس يكملوا هاد الستوك. ها هو هاي ديال 130 درهم، هاي ديال 150 درهم، وهاي ديال 199 درهم. ايوا انا غنقرا دابا شكون غادي يجي ياخذ غدا الثلاجه. قراو معايا، لطيفه غتجي تاخذ الثلاجه. زيد ظريفين رضاوات ولا صحابي خديجه قالت لكم ظريفين رضاوات. اسماعيل غياخذ الثلاجه، مالكه غتاخذ الهاشوار. كتبوا لي في التعاليق غتاخذوا الثلاجه ولا الهاشوار، كتبوا لي في لي كومونتير ولا الترموس. زيد 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 ما كيطلعوش لي كومونتير كاملين في راسك. النزهه غتاخذ الثلاجه بشيخ. يا سلام محمد غياخذ الثلاجه، جنان عائشه غتاخذ الثلاجه، عبد الغفور غيجي ياخذ الثلاجه. صافي اخوان جيبوا لي لو ستوك، عافاكم جيبوا لي ستوك ديال الثلاجه باش الناس غدا يلقاو الثلاجه متوفره. كتبوا لي من اشمن بلاصه غتجيو تاخذوا الثلاجه، واش غتاخذوها من محل ديال اواني شعيب المدينه ولا الرحمه ولا البرنوصي ولا القريعه ولا المحمديه ولا الحي المحمدي ولا مدينه الرباط. كتبوا لي الاخوان في التعاليق كلشي، كتب لي في لي كومونتير. شوفوا تبارك الله الناس، خديجه غتاخذ الثلاجه، لطيفه غتاخذ الثلاجه والهاشوار، محبوبه ونفسي غتجي تاخذ الهاشوار، سكينه غتاخذ الثلاجه. ما شاء الله الناس بزاف غياخذوا الثلاجه، لهذا خاصنا لو ستوك في الثلاجه باش الناس كاملين يجيو ياخذوها. واش نفس السلعه والثمن بمدينه الرباط؟ أنس أنس شتك الرادار أخويا، قال لك واش نفس الثمن ونفس السلعة كاينة في الرباط؟ نفس السلعة ونفس الثمن. إيوا إخوان غنقرا لكم فين غتجيو عندنا. أسيدي عبد الغفور غيجي للبرنوصي، غيزلان غتجي للبرنوصي، جنات غتجي للحي المحمدي. أنا ضروري غنجي عندكم للمدينة، توحشتكم غنجي عندكم من القنيطرة. خديجة غيزلان غيزلان غتجي للبرنوصي. تنقرا التعاليق ديالكم في هاد اللحظات. زيد 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 كنقرا التعاليق ديالكم. واش هاد الثلاجة كاينة في الرباط؟ هاد الثلاجة غتكون في الرباط من ورا الوحدة، غدا ورا الوحدة، ولكن في كازا كاينة ابتداء أنا من غدا مع 10 الصباح. هنا في المحل ديالنا في المدينة متوفرة الثلاجة ابتداء من 10 الصباح، وفي مدينه الرباط من ورا الثلاثه، غدا ورا الثلاثه. انا غنجي ناخذ الثلاجه من المدينه، انا غناخذ الثلاجه من، كتبوا لي في التعاليق الاخوان شي تعليق المدينه ان شاء الله. صافي ما كاينش لاش نقراو. نزهه غادي تاخذ الثلاجه من المدينه، العمال اللي في المدينه الله يعمر راه كلشي كيشكر الدراري اللي في المدينه. التصفيقه صفقوا على راسكم الدراري. لا صراحة تنقرا في الكومنتير بكل صراحة، زعما تنقرا الدراري اللي في المدينة الله يعمر دار، برافو على المعاملة، برافو. أم أسامة، أم أسامة مرحبا بك في المحل ديال الأواني شعيب المدينة، غتعجبك المعاملة. أش تقولوا لأم أسامة؟ مرحبا بها هنا في المحل ديال المدينة. غنجي ناخذ الثلاجة من الحي. إيوا هذا الشيء اللي كاين الإخوان، جيو الاخوان تاخذوا الثلاجه، وجيو تاخذوا الهاشوار، وجيو تاخذوا البروموسيون، وتصفيقات حاره على سعاد. كتبان كني سعاد انا. واش الكوكوط باقا متوفره؟ مازال الكوكوطه كاينه. قريشه قريشه.
تيطوان، مرحبا بكم الاخوان، صراحه ما سخيناش بكم، شكرا لكم بزاف على المتابعه. غادي نعطيكم العنوان ديال المحلات ديالنا، اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا في المدينه. عفاكم جيبوا ورقه وستيلو باش تكتبوا العناوين اللي كاينين ديال المحلات ديالنا، واللي قريب ليه شي محل يجي يتقدم منه. صافي، الكوكوطا مازال كاينه. الكوكوط، الكوكوطا 5 يطرو عوض 6000 ريال، غتاخذوها ب 199 درهم. يلا الاخوان، اواني شعيب المدينه، المحل ديالنا في المدينه اللي كتعرفوا كره ارضيه، كره ارضيه، اللي وصل حدا كره ارضيه يسول على اواني شعيب، اللي وصل حدا البرنس يسول على اواني شعيب، اللي وصل حدا جرده الحمام يسول على اواني شعيب، واللي وصل حدا ساحه الامم المتحده يسول على اواني شعيب. يعني اللي جا في الترامواي يهبط في ساحه الامم المتحده، راه في الدار ديالنا. اواني شعيب المدينه، جينا في زنقه طاطا مقابلين مع السينما لوتوسيا اوتيل المامون. اللي جا في التران يهبط في كازا بور، بعيد علينا بخمسه دقائق على رجلك. بالنسبه للمحل ديالنا في البرنوصي، جينا ورا النيابه، البرنوصي فيه نيابه وحده، نيابه وحده فقط. حنا في الدار ديالها ملاصقين مع استوديو ياسين. المحل القديم ديالنا في البرنوصي ما بقاش، اللي حدا كويبينا. الناس اللي في البرنوصي غتجي، الناس البرانيين غتجي من كويبينا شويه في شكل، مي كاين واحد البلاصه في البرنوصي سميتها كويبينا، هادشي اللي كاين. الناس ديال البرنوصي غيعرفوها وغيعرفوني شنو كنقول. ما بقاش المحل ديالنا تما، كاين محل واحد في البرنوصي ورا النيابه ملاصقين مع استوديو ياسين. المحل ديالنا في القريعه، الرومبو ديال مالي البونج دولي دول، حنا جينا في شارع بشعيب الدكالي. المحل ديالنا في الرحمه، كاين جوج تيرمينيسات ديال الطوبيس نمره 50، تيرمينيس في المدينه وتيرمينيس في الرحمه. هذاك التيرمينيس ديال الطوبيس نمره 50، ركزوا معايا مزيان، تيرمينيس الطوبيس نمره 50، حنا جينا في ديك الرومبو. بالنسبه للحي المحمدي عندنا جوج محلات، واحد جا في الطلعه ديال القيصريه ما بين القيصريه وقهوه فلوريدا في ديك العقبه، والثاني جا في دوره المذاكره مقابل مع قهوه التيتانيك. وبالنسبه للمحل ديالنا في المحمديه، كاينه جوطيه وحده في المحمديه. هذيك الجوطيه حنا جينا في الجوطيه مقابلين مع جامع مالي. وبالنسبه للمحل ديالنا في مدينه الرباط، كاين رومبو المنال وحده، مدينه الرباط فيها رومبو المنال. هذيك رومبو المنال سولوا على سناك انس، معروف في الرباط، حنا جينا في الصف ديال سناك انس. راه شحال من واحد كيعيط ليا ولا كيصيفط ليا ميساج يقول لي لقينا المحل ديالكم مسدود، كنحلو من 10 الصباح حتى ل 11 ديال الليل، كونتيني، ما كنسدوش، فقط كتغلطوا في المحل. المحل ديال مدينه الرباط، رومبو المنال، سناك انس، حنا جينا في شارع المنزه. سولوا على اواني شعيب حدا سناك انس. ما نسيت حتى شي محل ياك، قلت المحمديه، الرباط، الرحمه، قلت البرنوصي، قلت الحي المحمدي، وقلت القريعه. وهنا في المدينه جينا ورا بنك المغرب في زنقه طاطا، اواني شعيب المدينه. بنك المغرب كاين واحد في كازا، كازا كامله فيها بنك المغرب واحد، كل مدينه فيها بنك المغرب. ديال الدار البيضاء بنك المغرب هو اللي كاين في المدينه حدا جرده الحمام. الناس اللي كيتخافوا يتوضروا، الناس اللي برانيين كيفضلوا اواني شعيب المدينه، بحكم انه جا في سونترفيل، الناس كيعرفوا جرده الحمام، كيعرفوا بنك المغرب، كيعرفوا برنس، هذاك البرنس وهذاك بنك المغرب، حنا جينا في الدار ديالو. شكرا لكم بزاف على المتابعه، مرحبا بكم الناس اللي يلاه التحقوا بينا دابا، عاودوا تفرجوا في اللايف من البدايه باش تشوفوا مزيان اشنو وريناكم. نتلاقوا معكم غدا مع 10 الصباح. شكرا لكم بزاف على المتابعه. خدمه التوصيل الاخوان، 06 53 69 04 86. ما جاوبتينيش على الثلاجه ترمون، دابا الناس يلاه كيدخلوا، ما يمكنش نبقى نعاود نقول لكم الثمانات، كنعتذر بزاف. دابا ساعة وانا دير اللايف المدة ديال 50 دقيقة، 5 يطرو 130 درهم، 10 يطرو 150 درهم،
23 اترو عواد 12000 ريال غتاخذوها ب 199 درهم. ثلاجه متنقله رائعه بلا ما تزقلوها، بلا ما تزقلوها الثلاجه الاخوان، لا مارك طونك ماركه عالميه، هاشوار جوج اترو 140 درهم وثلاثه اترو 160 درهم، لا مارك كرافت فيها بزاف ديال الماس وكتخدم مانيويل والكتريك، ها هو الموتور ديالها وكذلك مانيويل. ايوا الاخوان طاقيو صحابكم في التعاليق، بارطاجيو اللايف، صيفطوا اللايف لصحابكم كاملين. شكرا لكم بزاف على المتابعه، كنتم مباشره مع ارخص محل في المغرب كيبيع لكم الاواني المنزليه، هو اواني شعيب. شكرا ومرحبا بكم. كيعجبني المحل، كبير وزوين ومنظم، والدراري اللي فيه ظريفين. شكرا مرحبا. انا يلا تزوجت بغيت شي 4000 درهم ديال الماعن، كاين شي ثمن سبيسيال ليا. سعاد جا معاها الاورانج. سعاد قالت لك واحد السيده جا معاك الاورانج. قالت لك جا معاك الاورانج، قالت لك سعاد شكرا. مرحبا بك لالا. بغيتي تقدي الا كنتي عروسه راه كي غتجي لارخص محل في المغرب. اللي كيعرف شي عروسه يبارطاجي معاها اللايف، اللي بغى شي واحد يتقدى الماء عند جوده زوينه، جوده عاليه وثمن سبيسيال، يبارطاجي اللايف معاها، يصيفط لي هذا اللايف ينعت لها المحل ولكم الاجر. شكرا ما سخيناش بكم، غندوزو دابا ندير معاكم اللايف في انستغرام. كتبوا اواني شعيب في انستغرام باش يطلع لكم اللايف ديالنا. دابا غنديرو كلشي يجي عندي دابا الانستغرام، كلشي واللي يجي عندي دابا من الفيسبوك الانستغرام، منين طلع لايف يكتب ليا انا جيت من الفيسبوك، انا جيت من الفيسبوك. دابا تبعونا الانستغرام وغدا نتلاقاو معكم على 10 الصباح. مرحبا.